نعمل فاصل صغير كده. الفصل الصغير اللي هنعمله اللي هو هناخد قطعه من البروست بروستاتا عشان ماشي. بعدين نخش على البرج اللي بعديه. فدي البروست احنا ليها تتبيله خاصه من جوه ده ورك ومن بره ده ورك ورك تتبيله بروست بتاعته. شايف اللون ذهبي حلو قوي مستويه قوي بص طريه جدا جدا انا عايز اوريك يعني ملمسها عظيم عظيم مستويه قوي لحد اخر هتفوتها فيها مستويه جدا من جوه لبره. قول لي عاوز ايه بس انا معاك اقرب ايه اهي خش يا جماعه شايفين الحراره وشايفين الجمال وشايفين اللون الذهبي شايفين ندوق بقى ندوق احنا شفنا كتير ندوق بعد اذنكم انا هقطع سندوتش الجست وارجع عيش يا ريس انا منتظر راجع لكم ما تروحوش على فكره الشيف هنا يا جماعه هو من اهم مميزات المكان روح حلوه قوي بيعمل روح مع الزباين والناس بتيجي عشانه على فكره شيف صباح ده ماركه مسجله هنا يا جماعه معانا فليفرز وهميه سبايسي شويه بس حلوه انا بحب السبايسي انا قلت لهم يا جماعه انا عايز الاكل كله سبايسي النهارده الله تتبيله حلوه قوي مفيش نهائي زفاره نهائي زيرو زفاره مفيش طعم مميز المشا تجنن I'm back انا رجعت مفيش زفاره نهائي الحمد لله نهائي قرمشة خياليه فراخ طريه وناعمه وكده بايشه احنا انا بتبل من جوه بروستد عندك لا شربه التتبيله قوي من جوه ومن بره واللحمه طريه بالظبط معنى كده التتبيله مطرياها ومنعماها يا دوبك بس خدت وقتها مع السوا بالظبط صح والف هنا الف هنا عليك يا ريس تسلم ايدك الله يسلم عمرك حبيبي متعه طب اكل معاك ولا اتفرج بس اتمنى انك تاكل معايا انا نفسي بجد الشيف اكل معاك ولا اتفرج من اعمال الايديه وحياه انا واهو عشان الناس تعرف أيوة. احنا بص احنا الشيفات مؤلفين قوي ولو ان يعني انا بحب اعمل الحاجه اللي اخلي الناس تاكل بياكل من اللي بيعمله بالظبط خلصانه بسم الله الرحمن الرحيم اهو خلصانه شيف جه كلم اللي حطه لي ولا هيحطه لك ثقه ما حصلتش والله انتوا ازاي دي بتعملوها والنبي مين اللي بيعمل الاكل ده بتاع صدق ما انت عارف شفت نفسي حلو ازاي ستريبس بقى ده ستريبس دي كده ستريبس بس بص حجمها ما شاء الله دي ستريبس 35 جرام 35 جرام ما شاء الله تحفه لحمه وردي مش ابيض عادي لا وردي يعني شبعان من التتبيله مدياله لون حلو ايه الجمال ده يا شباب تيجوا معانا يا جماعه ايه الجمال ده انا مفيش حاجه ما دقتهاش ايه الجمال ده مرة جاية ان شاء الله نصور انا وياك تورته كده عايزين نعمل اكبر تركه في مصر يلا والله والله العظيم انا جاي ننزلها للناس يعني نعمل تورته شيف صبح ممكن شيف ندخل فيها كتاب جينيس للارقام القياسيه فليفرز الشيف صبيح العالمي الله عليك يا شيف صبيح ونجم الفليفرز في الوطن العربي أيوة كله الله عليك حبيبي ارجو يا جماعه ان الحلقه تكون ابهرتكم زي ما انا منبهر لان النهارده بجد انا عايش تجربه بهدله دي فرهضه نفسيه ده مش دغدغه حواس ده جيت داك 30 بنش في وشك كده خلاك متدمر نفسيا بجد تجربه حلوه جدا شيف صباح قمر منور المكان بجد ما تنسوناش طبعا لايك شير سبسكرايب تابعوا الحريف وهنا اللي هيجي يقول فن شو الحريف له شويه خصم خاص وله دلع وله حاجات كده جامده هتحصل هدلعه انا شيف صباح بنفسه هتصور معاه كمان هيشخلعه حبيبنا حضرتك حواسكم بالظبط تحياتي يا جماعه الله يخليك